السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ماهر اليماني من موقع اليماني. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، ويلا بينا. ومعنا اليوم تطبيق رائع، ندخل على متجر جوجل عشان ندور على التطبيق، ومن التطبيق ندخل على البحث ونكتب ترتيل ونعمل عملية تثبيت وننتظر شوية ونضغط على فتح. هيفتح معانا البرنامج بالواجهة دي، بسم الله الرحمن الرحيم، ونضغط على البدء. بعد كده هنضغط على اللي هو المايك عشان نقرأ. هيطلب مننا السماح، هنضغط على السماح للمايك ونبدأ نحنا نقرأ معاه. بعد ما بنخلص بيجيب لك الأخطاء اللي انت وقعت فيها وبيقول لك استمرار، وده الجدول بتاعك بتاع الورد اليومي. وبعد ما بتخلص بيجيب لك آخر شاشة بيقول لك سجل الدخول. وبكده نحن نكون خلصنا. مش عايزين ننسى التضامن مع الحملة إلا النقاب يا إدارة كواي، لا للعنصرية يا إدارة كواي، مع اتحاد المعالي الراقي بقيادة الدكتورة إيمان. وده كان فيديو اليوم، ونشوفكم في فيديو عما قريب، ونقول لكم سلام.